وتركن بهمي وبيبلش مالك تكثر من النق مالك لا تحمد الله من قلبك مالك إذا سئلت عن حالك بدأت بذكر المساوئ. الله سبحانه وتعالى يخبر عن حال العبد الذي لا يطيع، قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليك بالرزق فيقول ربي أهانا. بتزعل الواحد كيف حالك ببلش يشكو الله سبحانه وتعالى، الأوضاع صعبة والدولار طلع ونزل وخرب لنا بيتنا وشو وتركني بهمي وببلش. بتسأله شو مالك؟ قبل ما يحكي بتتخيل هيك الموسيقى الدرامية طلعت من وراها دغري هيك وأظلمت الدنيا واللون الرمادي كبس، تتخيل دغري الدراما نزلت عليه، شو مالك ببلش يشكي وينعي ولا تسمع كلمة الحمد لله، بل حتى إذا سمعت الحمد لله مباشرة بعد الحمد لله بسرد وبسرد. من السنن المهجورة إذا سئل أحدنا كيف أصبحت أن يقول أحمد الله إليك، أحمد الله إليك، أحمد الله إليك، يعني أنا أقول أن الله يستحق الحمد، أن تحمد الله من كل قلبك على ما أنت فيه، ما أنت فيه، فما زال عندك مكان يؤويك وطعام يغذيك ولباس يواريك، ثم تشتكي بعد ذلك أنت أفضل من ثلث سكان الأرض، ممن ابتلي بجسده بمرض أو ابتلي ببيته أو ابتلي بعائلته أو ابتلي بكل ماله أو ابتلي فلم يجد طعاما طول اليوم بل مات من الجوع، ثم بعد ذلك تشكو الخالق للمخلوق. لم نعد نسمع من بعض الإخوة كلمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فإن ضاق به الحال الحمد لله على كل حال ونقطع السطر. لم نسمع من بعض الإخوة الذي خسر في تجارته أن يقول عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، بس عم تشكي وتنعي. أقبل على الله وتذكر أن في الجنة قصرا في الجنة اسمه بيت الحمد لمن يكثر من حمد الله سبحانه وتعالى، وتذكر أن آخر كلمة يقولها أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أن الحمد لله رب العالمين.